بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بيسان والكرة، مباشرة إلى أخبار اليوم بعد هذا الفاصل. ما زال الدولي الجزائري ولاعب كليرمون فوت حكيم زدادكا يصنع الحدث في الصحافة الفرنسية، حيث تكلمت عنه وعن مستقبله صحيفة لامونتان المحلية. الصحيفة الفرنسية السابقة الذكر قالت أن إدارة كليرمون ولغاية يوم أمس لم تتلقى أي عروض رسمية بخصوص الجزائري ولا أي من زملائه، وأن كل ما قيل عن اهتمام بعض الأندية به غير دقيق. ذات الصحيفة كشفت رغم ذلك عن أن مستوى زدادكا الكبير جدا في الموسم الماضي، وتبقي عام فقط من عقده قد يعجل برحيله، وأن حديث الإدارة عن عدم تلقيها أي عرض ذر للرماد على العيون. التقرير الفرنسي قال في الأخير أن زدادكا يتعامل بهدوء مع مستقبله، فهو يركز على المشاركة أساسيا وبشكل دائم الموسم المقبل من أجل الوصول للمنتخب الجزائري، وذلك ربما يمر ببقائه. أدلى سيباستيان لارسي المدير التقني لنادي أونجي بتصريحات مطولة لصحيفة وست فرانس الفرنسية الجهوية، تكلم فيها عن ميركاتو الفريق، انتدابات وتسريحات. لارسي نفى أن يكون ناديه مهتم بضم الدولي الجزائري رياض بودبوز، فرغم التأكيدات ومن عدة مصادر موثوقة في فرنسا، إلا أن لارسي قال أن ذلك مجرد كلام صحف، والنادي يضم سوفيان بوفال الذي يملك نفس خصائص رياض. تأكد ومنذ عدة أيام رحيل الدولي الجزائري هاريس بالقبلة عن ناديه الفرنسي بريست، لكن ولغاية اليوم لم تتحدد وجهته بشكل دقيق. الصحافة الفرنسية ما زالت تتكلم عن مستقبله، حيث تم ربط الجزائري سابقا بأندية غلاسكو رونجرز وأيضا ترابزونسبور، لكن هناك وجهات جديدة. تقارير فرنسية كشفت أن هاريس بالقبلة يلقى اهتمام من نادي مارسيليا الفرنسي، لكن أيضا من أندية بعض الأندية الإنجليزية في النصف الثاني من الترتيب، أو بصورة أصح من الأندية المتواضعة في البريمير ليج. بل قبل كان قد طلب الرحيل وناديه سمح له بذلك، صحيح أنه مطلوب بقوة ومن عدة دوريات أخرى آخرها الدوري الإنجليزي كما شاهدتم، لكن لدي إحساس قوي أنه سيوقع في الخليج. ما زالت الصحافة الفرنسية تتكلم عن إمكانية رحيل حارس الخضر ألكسندر أوكيجا عن ناديه ماتس، خاصة بعد إشاعة وجوده ضمن اهتمامات العملاق روما كما أشرت في عدد سابق. موقع لاتس جو ماتس المقرب من النادي قال أن إشاعة ربط أوكيجيا بروما تبقى إشاعة صعبة التصديق من دون تبرير واضح لسبب عدم هذا التصديق، وهل أوكيجيا أقل من أن ينضم لنادي عملاق مثل روما أم ماذا؟ الموقع ذاته نفى رغم ذلك رحيل أوكيجيا عن الفريق الموسم المقبل على الأقل، وقال أنه سيبقى لغاية جوان من العام 2022 نظرا لثقة الجميع به، بداية من الإدارة ووصولا للمدرب. وينتهي عقد أوكيجيا مع ماتس في جوان من العام 2023، أي بعد عامين من الآن، ووقتها سيبلغ من العمر 34 سنة. إضافة لذلك أوكيجيا يرغب في التواجد مع الخضر وبشكل دائم، وهما عاملين قد يمنعانه من الرحيل بما أنه يلعب بانتظام مع ماتس. فجرت صحيفة فوتوسبور التركية الواسعة الانتشار محليا مفاجأة من العيار الثقيل حين قالت أن الدولي الجزائري رشيد غزال غاضب جدا من إدارة ناديه بيزيكتاس، وذلك بسبب آدم والناس. الصحيفة التركية السابقة الذكر قالت أن غزال غضب من الأخبار التي انتشرت أخيرا، ليس فقط بمفاوضة والناس، لكن بأخبار قرب انتقاله والاتفاق الوشيك بين إدارتي نابولي وبيزيكتاس، وهو ما أشرت إليه في الأيام الماضية. فوتوسبور ذهبت بعيدا في ادعاءاتها، حيث قالت أن غزال غاضب على العموم بسبب التفكير في ضم لاعب آخر مكانه، لكن غضبه ازداد قوة بسبب والناس بالذات بحكم أنه منافس له في المنتخب الوطني. إلى ذلك قالت مصادر تركية أن تواجد غزال في دبي حاليا أقلق كثيرا إدارة ناديه بيزيكتاس، والتي تخوفت من تواجده هناك للاتفاق مع نادي خليجي، قبل أن يتبين أن تواجد غزال في دبي الإماراتية كان بدعوة من شقيقه ومناجيره عبد القادر غزال لقضاء بعض الأيام فقط هناك.
كشف موقع علي بايارد المحسوب على نادي مونبولي عن جوائزه لنهاية الموسم، أحسن لاعب شاب، أحسن لاعب، أحسن هدف، أحسن لقاء وما إلى ذلك. الدولي الجزائري أندي ديلور كان له نصيب الأسد من الجوائز، حيث توج بجائزة أحسن لاعب بفارق عن زميله وصديقه غايتان لابورد الذي حل ثانيا. ديلور توج أيضا بجائزة أحسن هدف أو أجمل هدف عن هدفه في مرمى ليل بمقصية رائعة، أكيد كلكم تتذكرون ذلك الهدف الرائع. أدلى داني ميلز مدافع مانشستر سيتي وتوتنهام السابق بتصريحات لموقع فوتبال إنسايدر تكلم فيها عن أخبار انضمام لاعب الخضر رياض محرز لتوتنهام كبديل للاعبهم هاري كين. ميلز رحب بالفكرة وقال أن رؤية محرز في توتنهام سيكون أمرا رائعا بدون أدنى شك، لكنه رغم ذلك شكك في هذا الانتقال. مدافع السيتي السابق قال أن رياض محرز وغيره من نجوم السيتي لن يرحلوا لنادي لا يملك مدرب، فحتى لو كان راتبه في توتنهام أكبر فإن محرز لن يفكر في ترك السيتي لنادي لا يملك مدرب، فالأولى إذن التعاقد مع مدرب. استأنف نادي بوردو الفرنسي تدريباته تحضيرا للموسم المقبل اليوم الثلاثاء. الحصة الأولى عرفت تواجد الدولي الجزائري عبد الجليل مديوب الذي أنهى إعارته لنادي تونديلا البرتغالي وعاد لناديه. الحصة الأولى أيضا عرفت غياب لاعب الخضر الآخر مهدي زرقان. زرقان متواجد حاليا في ماربيلا الإسبانية ويكون قد استفاد من أيام راحة إضافية بسبب تواجده في تربص الخضر بداية جوان الحالي. بعد غيابه عن النصف الأول لتربص ناديه كريليا سوفيتوف، التحق اليوم الثلاثاء الدولي الجزائري مهدي زفان بتربص ناديه في قسمه الثاني والذي انطلق رسميا اليوم. زفان كان قد غاب عن القسم الأول الذي عمل فيه الفريق أكثر من الجانب البدني، ما يعني أنه سيكون مطالبا بمضاعفة العمل بدنيا وفنيا أيضا ليكون لائقا وفي نفس فورمة بقية زملائه في أسرع وقت. لم تمر مشاركة الدولي الجزائري سفيان فيغولي أساسيا في لقاء شتوى بوخارست الودي وحمله أيضا لشارات القيادة مرور الكرام على صحافة غلطة سراي، حيث كشفت تقارير اليوم أن لذلك دلالات ربما تكون إيجابية على مستقبل فيغولي وتؤكد تواجده أو تواجد الثقة ربما بينه وبين المدرب فتيح تريم، ولو أنه لا يوجد أي تأكيد على ذلك. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى. المصادر في صندوق الوصف لمن يريد التعمق في أخبار اليوم. سلام.